متخصصه يا اما مناعه متخصصه اللي هي النوعيه. اول خط الدفاع الاول في الجسم هو المناعه العامه، هي المناعه الغير المتخصصه، وتتمثل في الحواجز، والحواجز ديت يا اما حواجز الجلد يا اما الحواجز الكيميائيه. طبعا خدنا الحواجز الكيميائيه زي افراز الدموع والمخاط من الانف، بالاضافه الى وجود حمض الاتش سي ال. الخط الدفاع الاول يمثل في الجلد هو عباره عن يمثل في قشره الموز، كيف تحمي الثمره من مسببات الامراض، وسببات الامراض زي الفطريات والبكتيريا والفيروسات. الذي يصيب الموز يا شباب دايما فطريات. خط الدفاع الاول قلنا يا شباب جهاز المناعه العامه يمثل في الجلد، وان الجلد دي مهم جدا لانه موجود فيه خلايا ميته تحميك من مسببات الامراض، بالاضافه الى بكتيريا تعمل علاقه تكافليه مع الغدد الدهون اللي تحت الجلد وتحولها الى احماض تعمل على قتل مسببات الامراض، بالاضافه الى هناك بكتيريا تعمل على تحلل جدار البكتيريا المسببه للضرر. عشان خاطر كده يا شباب دي التجربه دي ماشي ورا. اول شيء يا شباب عشان نبدا التجربه لازم يكون عندي اربع ثمرات من الموز نغسلهم جيد يا شباب. حد معاه مناديل؟ تعالى سند يا فيصل المحترم شو جوالك يا فيصل. اول حاجه بقى غسيل الثمره جيدا. بعد غسيل اربع ثمرات يا شباب يتم تجفيف الاربع ثمرات من الموز.